بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير الطنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.